السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، فتاوى الناس ليوم الجمعة. نرحب بحضراتكم، واليوم نواصل الحديث عن أحكام الحج كالمعتاد كل جمعة. معنا عالمنا الجليل فضيلة الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لفضيلة مفتي الديار المصرية. وكان لنا سؤال حقيقة على صفحتنا على الفيسبوك بنسأل فيه بعض السادة المشاهدين: ما رأيك في وضع الروائح على ملابس الإحرام؟ هذا السؤال وغيره سوف نطرحه على فضيلة العلامة الجليل الدكتور مجدي عاشور، ونستقبل أيضا تليفونات حضراتكم لأي استفسارات تعين للسادة المشاهدين سواء ما يتعلق بهذا الموضوع أو غيره. بالتأكيد سيتفضل مولانا الجليل بالرد عليها. اسمحوا لي في البداية أرحب بالدكتور مجدي. أهلا وسهلا مولانا. أهلا وسهلا بك. عايزين نتكلم في البداية مولانا عن محظورات الإحرام، يعني إذا أذنت لنا الآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا الإحرام له محظورات عدة، من ضمن هذه المحظورات اللي حضرتك قلته في السؤال اللي مطروح على السادة المشاهدين والمتابعين على صفحة الفيسبوك، وهو وضع العطور على ملابس الإحرام. العطر من محظورات الإحرام، بس هنفصل في المسألة دي ونقول العطر إمتى، بعد الإحرام ولا قبل الإحرام. السيدة عائشة تقول: كنت أطيب حرم رسول الله، يعني إحرامه، وأرى وبيص الطيب فيه، يعني شكل الطيب كان ليه شكل كده، أرى وبيص الطيب فيه، يعني كأن الطيب مش رائحة فقط ولكن أيضا لون، فكانت ترى لون الطيب في إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي نفسه يطيب، والإحرام تطيبه أيضا قبل الإحرام. بعد الإحرام لا طيب، ما فيش طيب. قبل الإحرام هناك طيب، يعني واحد يجيب الإحرام كده ممكن يعطر مولانا قبل دي بقى ما نخش فيها قبل ما ينوي. دي بقى نخش فيها. فالعلماء هنا بقى أهل الظاهر اللي خدوا بهذا الحديث قالوا خلاص ممكن نطيب الإحرام ونطيب أنفسنا قبل الإحرام. قالوا الفارق هو المعيار هو الإحرام، أنا أحرمت أو لم أحرم. العلماء التانيين قالوا الغرض هو التقشف والبعد عن المألوفات. فلو أنا حطيت ريحة أو عطر قبل الإحرام وحطيته في الإحرام قبل الإحرام وبعد كده أحرمت ولبست، ما هو موجود، يبقى كده العطر موجود في جسمي وموجود على الإحرام. يبقى معنى ومقصود التقشف لم يتحقق. التقشف مش بمعنى إن الإنسان يعني كأنه مش عايش، لا 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 لا، بمعنى لا ينشغل بهذه الأشياء عن المناسك وعن التلبية وعن أركان الحج. فاحنا بناخد بالمذهب اللي بيقول ان احنا ما نحطش قبل، يعني او بطريقه يعني فجه، ما نحطش عطر كتير بطريقه فجه على الاحرام او على الجسد قبل الاحرام. بعد الاحرام ممنوع على الجميع. نعم. انما قبل الاحرام لو وضعنا يبقى بسيط بسيط، يعني ريحه كده كانها ايه، كانها مزيل للعرق زي كده، فرائحه خفيفه سواء على الاحرام او على الجسد، عشان نجمع بين القولين. كل ده قبل الإحرام. لبست الإحرام يبقى الطيب لا يجوز أن أضعه على الإحرام ولا على جسدي ولا أستخدمه. انتهى. آدي أول حاجة. تاني حاجة إن أنا طبعا لا أحلق أي شعر في جسدي. يبقى الشعر خلاص يسيب كده، ما فيش ليه، هو الغرض عدم التزين وعدم التجمل. ليه؟ لأن قال لك الغرض، لأن مع أن الله جميل يحب الجمال، ولكن يريدك في هذا الموقف يريدك عبدا حقيقيا، بحيث أن أنت تقول له أنا محتاج ولا أنشغل بأشيائي وأغراضي من الشعر وغيره وغيره، لا أنشغل عنك بشيء حتى بأغراض نفسي. هو كده إحنا عاوزينه في الحج. فلما نيجي الزينة أو التجميل منهي عنه، يبقى لا أضع عطرا ولا أقص شعرا. نعم. من أي مكان، ولا أقص ظفرا، لا ما أقصش ظفري. نعم. والحاجة الثالثة أو الرابعة إن إحنا لا نلبس شيئا مخيطا ولا نضع شيئا على الرأس بالنسبة للرجال. الست تلبس مخيط زي ما عايزة، تلبس هدومها العادية تكريما لها، طبعا شعرها متغطي شعرها متغطي، انما الرجل لا يغطي شعره بشيء، يعني إطلاق. الشمسيه ما تاخدش الحكم،
انما انا بقول يغطي شعره ملاصق، ما يحطش الكلام ده، ملاصق لشعره او لراسه. وفي نفس الوقت لا يلبس شيئا مخيطا، وده اللي قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يلبس البرانس، البرانس بطاقه بتاع كده في الراس، ولا يلبس المخيط، ولا يلبس السراويل عشان متخيطه، ولا المزعفر، ولا المعصفر اللي هو في زينه اللي في ريحه. يا سلام. يبقى هي دي اهم الاشياء اللي يحظر على المحرم ان يفعلها بعد احرامه وليس قبل احرامه، طول مده الاحرام والى ان ينتهي من المناسك كافه. نعم، الى ان ينتهي من الى ان يتحلل التحلل الاصغر. التحلل الاصغر ده بيكون بالنسبه بقى اللي عامل متمتع، المتمتع بقى بيعمل عمره او ما بيتحلل خلاص بيتحلل بيعمل كل حاجه. القارن او المفرد او المتمتع اللي هو بدا بقى في الحج يوم 8 يوم التروية مش هيقدر يعمل حاجة من دي الا يوم النحر عندما يفعل شيئين من ثلاثة، الطواف والرمي الجمار والحلق. عمل اتنين من الثلاثة دول يبقى يعمل خلاص محظورات الاحرام قد ابيحت له الا المعاشرة الزوجية. لو عمل الثلاثة يبقى كل شيء يباح له ويصير حلالا بعد ذلك. ونفهم انه حتى ما قبل الاحرام من الممكن ان يكون تطيب الملابس بشيء خفيف يعني مقبول من السنة. من لذلك من السنة بقى ان احنا نقص شعرنا ونزين قبل الاحرام، قبل الاحرام، وان احنا نستحمى نستعيد، وان احنا نزيل الشعر، وان احنا نقلم الاصفار، ونضع بعض الطيب. قلت بعض مش كتير بسيط، عشان خاطر بدون افراط. نعم. طيب المناشف او الفوط يعني مولانا اللي بيها رائحة أو بها طيب، يجوز للمحرم أنه يستخدمها أثناء إحنا عندنا هنا قاعدة مهمة بنميز بيها. يعني لو واحد جاب، خلينا كده واقعيين، جاب منديل كلينكس كده وفي ريحة، والريحة دي لم تستخدم للتطيب ولا للزينة، قالوا إذا استخدمناها للتنظيف وليس للتطيب جازت. يعني أنا أكلت أكل في الفندق أو بتاع وحاجة يعني عملته زفارة كده، فجاب المنديل ده عشان مش عارف يغسل ايده كويس، صابونة او منديل في حاجة بتزيل الرائحة، يبقى انا مش بعمله عشان خاطر اتزيد او اتجمل، وانما اعمله لاتنظف. يبقى فارق بين التنظيف وبين التطيب، الذي يمنع للطيب او للزينة، والذي لا يمنع للنظافة. بنقول بالاولى ما نستخدمش احسن، الاولى ما نستخدمش احسن حاجه فيها ريحه، ولكن اذا اضطرينا ان احنا نعمل كده يبقى نستخدمها للتطيب للنظافه وليس للتطيب. طيب نستاذن فضيلتك، يعني عندي كان عندي سؤال لكن بدا اخواتنا الفضليات يتواصلوا معنا تليفونيا، ونبدا باختنا الحاجه زينب من المنوفيه. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حاجه زينب، والنبي لو سمحت، انا بقالي 4 سنين اقدم في الحج ولا ما فيش نصيب. ايوه. فقدمت في شركه سياحه وخدوا مني الجواز من قبل رمضان بثلاث ايام، لغايه هذا الان يقولوا لي بكره بعد، ولحد هذا الان ما جاتليش تاشيره. ومعايا الفلوس، انا مش معايا الفلوس، مش عايزه حاجه من حد، انا معايا الفلوس. يعني انت المشكله انه لسه. طب هم قالوا لك انه لسه في فرصه يعني؟ خلاص بيقولوا لي خلاص النهارده ما فيش، ده احنا وطلبت منهم تاشيره بس وتذكره الطياره. انا مسافره، بنت اختي هناك، اروح اقعد عندها، مش عايز اي حاجه، وقالوا لي 50,000، حضرت ال 50,000 وكملتهم. تاشيره جات لي ولا ادوني جواز ولا سالين في ايه. بشوف وزير السياحه يشوف المكاتب المفتوحه ديت وهم بيضحكوا علينا. حاضر يا حاجة زينة، حاضر. أنا جوزي كان مقدم وتوفي، يعني أنا رخصة السنة بقالي 4 سنين. ربنا يتقبل إن شاء الله. يعني خليكي معانا اسمعي الدكتور مجدسي، إن شاء الله تسمعي كلام طيب يريح قلبك يعني. هو طبعا الموضوع ده متكرر يا فضيله الدكتور، يعني أنا يعني كنا عايزين نطمئن الحاجة زينب، لكن خلينا ناخد الأستاذ محمد من بني سويف أولا، ثم يتفضل الدكتور مجدي بإجابة حاجة زينب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاج محمد اتفضل. الشيخ مجدي معايا. اتفضل تحت امرك الدكتور مجدي سامعك. بارك الله فيكم وفي كل ما تقدموه، ربنا يعزك، جزاكم الله خير الجزاء. تسلم. والله يا شيخ مجدي انا مريض بالسكر والكبد، وباخد معاش عن والدي، معاش بسيط لا يتعدى 1000 جنيه، واقول اسره مكونه من 5 افراد في مراحل مختلفه من العمر، اطفال، عشمة الله ثم اهل الخير يساعدوني اشتري سياره وليكن تاكسي لكي تساعدني في المعيشه وكده، وعندي اخويا برضه يشتغل يساعدني فيها ويركبها وكده، وواحد صاحبي برضه.
واتعشم في الناس وما في اهل الخير يعني يساعدوني. شكرا يا استاذ محمد. يعني خلي حضرتك معانا ما تقفلش، الزملاء هياخدوا تليفونك بس عشان لو في حد من اهلنا المشاهدين الكرام اللي بيشوفونا وعاوز يتواصل مع حضرتك للمساعده في هذا الامر على طول نجري اتصال بحضرتك. شكرا جزيلا يا استاذ محمد. طيب هل ممكن الحاجه زينب عايز فضلتك تقول لها ايه وايه موقفها اذا لم تتمكن من الحاجه فضلت الدكتور بحر؟ هو طبعا انا مراعي مشاعرها طبعاً الطيبه واي حد عاوز متعلق قلبه بهذه الاماكن المباركه، ولكن انا اهم حاجه عندي ان ما يكونش اتضررت وحد اخد منها فلوس وهو يظهر ان مفيش حد خد منها فلوس. هم بس ما نجحوش في ان هم يجيبوا لها والتاشيرات ممكن يكون فيها يعني محدوده شويه او في هذه الايام، بس لحد دلوقتي خلاص صعب جدا تيجي التاشيره بعد كده، بقت صعب جدا مش مستحيله ولكن اظن على حد علمي ان صعب الان ان يجي لها تاشيره وكده، وده مش بنزعلها لا، اللي انت بقى حضرتك عاوز تقوله ان انا بقدم، انا ما علي الا ان اقدم. اهم حاجه ما يكونش المانع من عندي، المانع جه من غيري ابقى معذور. وانا قلت قبل كده في قاعده كليه نعملها، المعذور ماجور. انا عندي عذر ودفعت الفلوس وما جاليش، او عمالوا خدوا الفلوس اهو جاهزين وخدوا جواز السفر، ولكن المانع جاء من غيري فنيه المؤمن خير من عمله. ان شاء الله نسال الله عز وجل اولا ان يكتب لك حجا، عاوز اقول السنه دي عشان ما تزعليش، وان شاء الله يبقى السنه الجايه، وان شاء الله يكتب لك اجر الحج طالما انت متعلقه والفلوس خلاص خرجت من بين يديك ان انت عاوزه تدفعيها. فنيه المؤمن خير من عمله، ويكتب لك ان شاء الله اجر الحج، والسنه دي او السنه الجايه تاخدي اجر الحج واجر اعمال الحج كما قلنا قبل ذلك. طيب ناخد ام حسن من القاهره وبعدين نجاوب الاستاذ محمد ايضا. ام حسن. انا ام حسن من القاهره. انا سامع حضرتك، اتفضلي لو في سؤال. لو سمحت ان انا بسال عن عندي ولد وبنت متخلفين عقليا وهم كبار يعني، بس عندهم مبلغ في البنك كل واحد اقل من 100,000 يعني حوالي 80 كده، فهل هم دول عليهم زكاة؟ حاضر، عندي أمة الله من البحيرة، اتفضلي يا فندم. اختنا أمة الله من البحيرة فصل. استاذ محمود من الشرقية. السلام عليكم. اتفضل يا حاج محمود. صح وكده. بس كده الدكتور مجدي سامح حضرتك، اعلي صوتك بس شويه اتفضل. طب واحد صاحبي يعني لو جمع مع مراته وقال لك انا بتحمل صلي على بيتي جوزته في رمضان يعني في رمضان بعد الفطار. واحد صاحبك يعني واحد صاحبي يعني بيجتمع مع مراته في رمضان بعد الفطار. بعد الفطار. بعد الفطار. وبيدانه نام لحد الصبح ثاني يوم، هل دي جوزه صيام؟ حاضر. شكرا. الاستاذ محمد عايز تقول له حاجه؟ مريض السكر مولانا اللي طالب مساعده. هو انا بس بقول هو بيقول كانه بيقول مريض السكر وممكن حاجه في الكبد يعني مش قادر يشتغل اظن. انا بدعو اللي يقدر يشتغل يشتغل، وهو اللي يشتغل على التاكسي لو يقدر، وحد يخش معاه شركه معاه في التاكسي. يعني واحد يكون من السادة المشاهدين او اللي هو عارفهم يخش بالمبلغ بالفلوس وهو يخش بالجهد والاتنين يشتغلوا، ممكن يبقى شركة هما الاتنين في التاكسي وده ياخد فلوس وده ياخد فلوس يبقى احسن. ما كانش بقى قادر يشتغل وده بينه وبين الله عز وجل او مريض يعني، ده يبقى يحتاج من اهل الخير واصحاب القلوب الرحيمة ان تساعده في هذا الامر ان شاء الله. طيب ناخد اختنا ام طارق. مطارق. ايوه السلام عليكم يا باشا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم. بنشكر الدكتور بقى مجدي عاشور كل الشكر والتقدير لألف مره لمليون مره على دقيقه فقهيه، لان دي حاجه احنا مستفيدين منها جدا وبنتعلم منها جدا واجيالنا بتتعلم وتتثقف دينيا. فهذا الرجل له يعني ثواب كبير جدا وهو عالم فعلا. عالم عالم، انت عارف لما بيقولوا كل 100 عام بيجي عالم، هو ده الدكتور مجدي عاشور هو عالم من العلماء الافذاذ. انا سبق لي ان لم اتحدث في حياتي واحنا سعداء ان انت بتكلمينا حاجه مطار التلفزيون. نعم احنا سعداء ان احنا سمعنا صوت حضرتك، ربنا يحفظك ويبارك فيك وما تنسانيش يعني لا تنسينا من دعائك والقائمين على القناه يعني. اتفضلي. الحمد لله، انا حجيت وانا صغيره وعملت عمره وبتاع الحمد لله. دلوقتي انا هسال حضرته لما اكون انا خدت ورث وبلغ حد النصاب،
هل هذا الورث أنا وأولادي مثلا زي زيهم نطلع عليه زكاة في نفس الحال ولا يمر عام عليه؟ حاضر. يمر عام على النقطة الثانية. أنا كنت سألت الدكتور مجدي على فدو الابن وقال لي أقلها كبش، كيف يوزع هذا الكبش؟ يعني هل يأكل منه الأسرة؟ هل نوزعه كله؟ يعني أنا أعرف بقى يعني الفدو ده غير العقيقة وغير مثلا الأضحية أي حاجة تانية وغير الأضحية وغيره. طيب. هل التوزيع فيه يكون كيف يكون؟ ونكرر شكرنا له وتقديرنا وشكرنا لك يا أستاذ شريف على ربنا يحفظك تصبروا علينا الحقيقة صبر جميل. ده احنا في خدمتكم يا أم طارق ربنا يحفظك. لا ده القناة دي أنا ما بسيبهاش، بس دلوقتي هو شدني بقى للراديو للقناة القرآن الكريم إن أنا أسمع دقيقة فقهية عظيم وتثقف منها، والناس بتثقف منها والناس كلها بتتكلم عليها. هاي فهذا هاي. الرجل له ثواب كبير كبير جدا، ده عالم عالم من العلماء الأفذاذ بتوع مصر. ربنا يديله الصحة يا رب، ربنا ينفع بيه إن شاء الله يا رب ويجعله في ميزان حسناته. وأنا متابع له الحلقة اللي هو فيها بتابعها له دقيقة بدقيقة سواء الحد أو الثلاث أو الجمعة. بارك الله فيه وفي أمثاله يا رب. كتر خيرك يا مطارق، ربنا يحفظك ويبارك فيك، كتر خيرك. الأخت هالم بني سويف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن أسأل بني سويف سؤالين؟ تفضلي يا فندم. السؤال الأول يا شيخ، لو أنا بقضي في البيت وبغسل مثلا والمية الماء بتاع الغسيل جت على دوم، لو صليت حرام لازم أغير الدوم اللي أنا كنت بغسل بقى عشان أصلي؟ حاضر. السؤال الثاني يا شيخ ده بعده وبعد اذن حضرتك، يعني والدي متوفي وجالي في المنام مرتين، مره قال لي انا انقذك ومره لبيته في المستشفى بيعمل عمليه، وراجل قال لي العمليه اللي بيعملها دي يعني بالليزر يعني كويسه وحلو ما تخافيش، والعمليات اللي انت دي بقت حاجه يعني مقدمه والعمليات بقت مقدمه. انا عايز اعرف هو بيجي لي كده عشان اطلع له زكاه ولا اروح ازوره ولا اعمل ايه؟ حاضر ماشي يا شيخ، سلام عليكم. شكرا جزيلا. الأستاذ حسين من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر حضرتك ونشكر الدكتور مجدي عاشور وربنا يخليك ويديك الصحة. الله يحفظك. ألو سامعين حضرتك يا أستاذ حسين، ربنا يحفظك ويبارك فيك. ليا سؤالين. اتفضل. دلوقتي أنا مع قد حقوق الوالدين ده مش من الكبائر؟ نعم. ألو سامعين حضرتك، اتفضل. عقوق دلوقتي انا كنت كويس مع ابويا ما عاقدش ابويا، وابني عاققني وثبت لي الدين، ايه موقف الدين في ذلك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. حاضر. وسؤال ثاني، سؤال ثاني، اتفضل. دلوقتي لما احنا نيجي نموت في الـ في الـ في الاخره ونخش الجنه، هل هنقابل اولادنا والست بتاعتنا وقرايبنا كلهم هنقابلهم؟ حاضر. شاكرين جدا دكتور مجدي عاشور، نشكر حضرتك وربنا يخليك ويديك الصحه. شاكرين جدا. شكرا يا استاذ حسين. ام احمد ايضا من القاهره، اتفضل يا ام احمد. الو. طيب نروح للمنيا، معنا ام ريهام. ايوه السلام عليكم يا استاذ شريف. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ام ريهام. عايز اكلم الشيخ مجدي لو سمحت. هو سامع حضرتك، اتفضلي. ازيك يا شيخ مجدي؟ اهلا وسهلا. ربنا يكرمك يا رب، والله العظيم انا بتبشر بوشك خير والله العظيم، فربنا يجعل رمضان حسناتك يا رب. انا ام ريهام يا شيخ مجد، الجوز محكوم عليه بسبع سنوات سجن ومعايا تلات عيال ومحدش يتواصل معايا من اهل الخير، كل اللي بيتواصل معايا بيعرف ان المبلغ كبير فمحدش بيتواصل معايا، فنفسي حد حتى يساعدني انا وعيالي بس. طيب. يعني ان المبلغ اللي على جوزي كبير، فبناشد اهل الخير يقفوا معايا، لو كل واحد اتبرع بمبلغ جوزي هيطلع، لان والله العظيم انا كنت في زياره لجوزي اول امبارح، جوزي بيموت جوه السجن والله العظيم. هو المبلغ قد ايه يا ام ريهام اللي انتم مدينين بيه؟ هو المبلغ اللي مطلوب مني 150,000. وال 150 دول يعملوا ايه؟ يعني جوزك يخرج من السجن يعني لو ال 150 الف دول اندفعوا يعني؟ لو ال 150 الف اتدفع جوزي هيخرج من السجن. هو بيشتغل ايه يا ام ريهام؟ هو محكوم عليه ادوله ست شهور محبوس. حاضر. هو محكوم عليه بسبع سنوات سجن، فاللي هينقذ ما ينقذ عياله دول، يعني اعتبر هينقذ خمس اطفال ولا خمس اشخاص هينقذهم. حاضر. ربنا يكرمك يا دكتور مجد، ادعي له ونشد اهل الخير يقفوا معايا ويساعدوني، والله العظيم ما الاقي اوكل عيالي، والله العظيم النهارده عشان اعمل اكل العيال نزلت جبت لهم اكل شقق والله العظيم. انت تليفون حضرتك عندنا، الزملاء بلغوني وهم ان شاء الله هيتواصلوا مع حضرتك يا ام ريهام
وربنا يعني يكرم اهلنا كده من اهل الخير اللي بيشوفونا ويتواصلوا مع حضرتك. شكرا جزيلا. احنا ممكن نجيب بعض الاسئله ولا ناخد استاذ محمود من اسكندريه. انا اسف. اتفضل يا استاذ محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم. من فضلك في مبلغ زكاه متجمع من كذا فرد فكروا ان هم يعملوا له ايداع في البنك ويصرفوا من ارباحه على عده اسر مستحقه للزكاه، وفي العام التالي هذا المبلغ برضه يتحول عليه الزكاه الجديده والاعوام التاليه هكذا، هل هذا جائز شرعا ولا لا؟ شكرا. حاضر. ناخد الاستاذ فرج من البحيره. اتفضل يا حاج فرج. وعليكم السلام. عليكم. وعليكم السلام وبركاته. اتفضل. سامعين حضرتك يا استاذ فرج. عاوز اسال سؤال بس الاستاذ مجدي كده لو بعد اذنك. اتفضل. سامعين حضرتك. اتفضل يا استاذ فرج. يا استاذ مجدي. يا استاذ مجدي السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. لو سمعت والله احنا بقولوا وسؤال دين شويه بقول لحضرتك. أبو بقولوا إما القبر ده إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. فهل الواحد مثلا واحد طيب وتمام وزي الفل وحلو بيجي يندفن معاه في نفس القبر واحد تاني سوي؟ يعني السؤال ده أنا عاوز أفهمه، يعني إزاي؟ هل هو القبر هو نفس القبر بتاع الأولاني وهل هو نفس القبر بتاع التاني؟ حاضر. السؤال واضح يا استاذ فرج. ما ان شاء الله ربنا يديك صحه طول العمر ويبارك فيك ويجعل قبرك بعد عمر طويل روضه من رياض الجنه. معنا مين يا استاذ صبحي؟ مين استاذ محمد من الغربيه. اتفضل يا استاذ محمد. فصل الاستاذ محمد. طيب نستاذن فضيله الدكتور مجدي في فاصل سريع وحضراتكم ونعود لاستكمال الحلقه بعد الفاصل ان شاء الله. ابقوا معنا. مرحبا بحضراتكم مجددا في الجزء الثاني من فتاوى الناس ليوم الجمعه ودائما بصحبه مولانا الجليل فضيله الدكتور مجدي عاشور. مولانا اختنا ام حسن من القاهره بتقول لفضيلتك ان عندها ولد وبنت متخلفين عقليا وعندهم وديعه كل واحده من 1000 جنيه. هل تجوز عليهم زكاه؟ طبعا هو اموال القصر او من كان في حكمهم مثل المعاق او المرضى، الاصل ان احنا بنخرج الزكاة من أموالهم إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، وده النصاب حوالي 50,000 جنيه شيء من هذا، وبلغ حول قمري أو سنة قمرية بنطلع 2.5%. لذلك بنقول لحضرتك أن الفلوس بتاعتهم أظن حطاهم وديعة، يعني عشان يجيبوا عائد عشان الزكاة ما تاكلش أموال هؤلاء الأولاد الطيبين دول. فإحنا الأصل نخرج 2.5% عن هذا المال من أموال هؤلاء الأولاد. طيب استاذ محمود من الشرقيه كان بيسال انه في واحد في شهر رمضان بعد الفطار بعد اذان المغرب وبعد الفطار جاء مع زوجته ولكنه نام واستيقظ ثاني يوم، فهل بدون ان يغتسل فهل يجوز له الصيام؟ يجوز له الصيام. هو الممنوع ان يجامع الرجل زوجته في نهار رمضان من بين الفجر الى المغرب، لانه ليس شرطا ليس من شرط صحة الصوم الطهارة، مش لازم يكون متطهر، دي للصلاة. فعشان كده بنقول لو أنه فعل ذلك بعد الإفطار فلا شيء عليه وصيامه صحيح. أم طارق بتقول عندها هي وأولادها ميراث، هل تخرج عنه زكاة بمجرد ما قالت ليهم ملكيته ولا ينتظروا الحول؟ أنا أولا أشكرها طبعا ست على عظيمة. كلامها الجميل على برنامج دقيقة فقهية، واحنا زي ما قلنا قبل كده دقيقه فقهيه مع اللي بيذاع على قناه الناس وغيرهم، يعني حجا مبرورا في قناه الناس اسئله بسيطه، وفي دقيقه فقهيه في التلفزيون المصري برضو نفس الشيء.
البرامج الفتاوى هنا للعلماء في لدار الافتاء المصريه، كل ده لخدمه الناس. فانا بشكر حضرتك على هذا الاتصال الجميل الطيب، خاصه انه اول اتصال. الواحد لما ياخد ميراث يبقى هيتحسب من دلوقتي، لو كان بلغ النصاب من دلوقتي، يعني ورثت عن والدي 50,000 جنيه، يبقى من دلوقتي هيتحسب السنه، يبقى بعد ما يمر عام قمري اطلع 2.5%. يبقى لما يخش في حوزتي، بعد ما يخش في حوزتي او يكون في ذمتي، يقعد سنه اطلع بعد كده 2.5%. مش من اول ما اخده على طول، لا، من اول ما بعد ما يقعد سنه. ذبحت فدو لابنها، ازاي توزعها مولانا؟ زي العقيقه كده. هو الفدو احنا بنقول ان هو يا اما يعتبر، هل هي نذرت فيكون نذرا او صدقه؟ فلو كان نذرا يبقى كله للفقراء، يعني تقول لو ابني ربنا فداه هذبح كذا. طيب في واحد يقول ايه، طيب ابني ربنا فداه وانا ما نذرتش اصلا، كان يحصل له حاجه فربنا نجاه، نجحه، لقى شغلانه، فانا هذبح كذا. فهذا ما فيش شرط بقى اهو، يبقى ده يعد من ايه، من قبيل الصدقات. يبقى هعمله كده صدقه، اطلعه للاصل فيه للفقراء. في الصدقه ممكن نعطي بعض الجيران منه حتى لو كانوا اغنياء. يبقى هنا بنقول ندي الفقراء في الاصل، وممكن لو كان صدقه ندي لبعض الجيران اللي حوالينا، حتى ولو كانوا غير مستحقين، يعني تطيبا لقلوبهم، لان باب الصدقه واسع. اختنا هلا بني سويف، سؤالين. السؤال الاول بتقول وهي بتغسل او يعني بتقوم على نظافه بيتها، في بعض المياه جت على هدومها وهي متوضئه، يعني هل ده ينقض وضوءها؟ لا، هو ينقضش الوضوء، احنا اللي ينقض الوضوء الامور المعروفه، وهو خروج شيء من السبيلين، يعني او الريح، يعني خروج شيء، يعني سواء البول او البراز او الريح او نواقض الوضوء. لما تيجي حاجه علينا دي بنسميها شيء متنجس يصيب الجسد، نعمل ايه؟ نمسح مكانه بس، مش ينقض الوضوء نتوضى من جديد، لا، نمسح مكانه. اذا كان متنجسا، اذا لم يكن متنجسا فممكن يكون ميه عاديه بصابون، فدي ما فيهاش حاجه، طالما ان احنا مش بنتوضى بيها، ده احنا بننظف بيها، فجات على ايدينا دي ما تبقاش فيها حاجه، طالما ان هي نظيفه وليست بنجسه. لو فيها حاجه متنجسه او نجاسه يبقى دي نجست المكان، وهذا لا يقتضي الوضوء، ولكن يقتضي ان احنا نغسل هذا المكان فقط. هناخد بس اختنا الاستاذه نسرين يا مولانا بعد اذنك ونستكمل. اتفضلي يا استاذه نسرين. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم. معلش الاول من اسفل، الاول لازعاج حضرتك، انا كنت بس عايزه استشير يا دكتور مني في حاجه بعد اذن حضرتك. انا يا فندم كنت انا منفصله عن جوزي، كنت منفصله عن جوزي من حوالي 3 سنين، سايبني كده وسايب لي ولد. الولد دوت حاليا ربنا يكرمني، يعني يكرمني، كنت هنقل له كليه. الاول حرام ولا حاليا انا انقل له الكليه ديت؟ انا هبرع له بيها، لان حاله الكليه عنده تعبانه جدا 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 فوق ما حضرتك تتخيل، يعني ما بينامش وحالته تعبانه بجد، يخش خير بيت. ده رقم واحد. رقم اثنين، انا لجأت لاحد الاشخاص وكان احد يعني ان انا هاخد منه مبلغ يعني بفايده، بمبلغ فايده يعني اكثر من يعني مرتين على المبلغ. ففي الوقت الحالي كان احد يعني كان احد الشيوخ قال لي ان حرام ان احنا ناخد المبلغ ده او كده، مش هيبقى يجيبش كان فايده يعني. فطبعا انا كنت يعني مضطره ان انا اخد من اي حد كارد، مش اي حد يديني كارد، انا يعني بعمل دعوه لتحليل الخير. استاذه نسرين، يعني ابنك طفل والمفروض انه عنده تامين صحي، ليه حضرتك ما رحتيش بيه مستشفى متخصص؟ والله زي مركز الكلى في المنصوره، زي معهد الكلى في المطريه. انا بغسل له، كنت بغسل له في معهد الكلى اللي في المطريه. بس في الوقت الحالي انا عايزه انقل مني ليه كليه. ايوه، هم يقدروا يعملوا لحضرتك العمليه دي على نفقه الدوله، على نفقه المكان. مش على نفقه الدوله، لا، يعني مش على نفقه كلها، مش المبلغ مش على نفقه الدوله، فعلا زي ما حضرتك بتقول، بس مش كلها على نفقه الدوله. مش عارف انا دي وليه وقت معين. دي مستشفى عام بتتبع وزاره الصحه ومتميزين جدا في هذا الامر، يعني لو تحب نكلم مدير المعهد او نجيب متحدث باسم وزاره الصحه في وقت يعني دكتور اي حد مثلا، يعني اي حد يديني المبلغ كارد حسن وانا هرده له تاني على اشهر، يعني انا عايزاه كارد حسن بس، هي دي كل المشكله. وحد دكتور ربنا يكرمه ويقول المبلغ قد ايه يا استاذه نسرين؟ هو المبلغ كله على بعضه 6,400 جنيه. حاضر، خلي بعد اذن حضرتك، خلي حضرتك معانا عشان الزملاء ياخدوا تليفونك بس. يعني بالتأكيد في الآن من مشاهدين الكرام
من سيبادر وسيسارع الاتصال بك ان شاء الله، اما انه يقرض كذا المبلغ او يقدمه على سبيل المساعده لهذا الطفل المريض يعني. الاستاذ احمد من القاهره. الو يا فندم، مساء الخير. مساء النور يا استاذ احمد، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك يا فندم. بس كنت كان ليا استفسار كده، ليا اخويا شاف رؤيا، هو انا والدي متوفي. اي فندم. طيب هو شافه كانه رايحين يصلي كده الجمعه، فركب عربيته وهو متي، شاف واحد صاحب والدي كان زمان هو كان شيخ في الازهر يعني، مقرئ في الاذاعه والتلفزيون. اي فندم. كان لابس لبس الازهر. فالهم اصر يشرب ابويا عصير. ايوه. فاخويا بقى وهو ماشي بالعربيه عمال يحاول يوقف العربيه، وما كانتش راضيه توقف. المهم في الاخر وقفت العربيه وجاب له العصير، فطلع بقى يطلع في المسجد. المسجد ده هو الله يرحمه هو اللي بانيه. كويس. وهم طالعين بقى المسجد، امام المسجد يعرف والدي على اساس ان هو الامام بتاع المسجد بتاعنا. ففضل يكبر بقى سبحان الله والله اكبر، الناس كلها متفاجئه يعني ازاي صحي يعني على اساس ان هو ميت. دي رؤية يعني. طيب حاضر يا استاذ، حاضر حاضر. ناخذ الاستاذ رضا من القاهره. رضا من القليوبيه، اتفضل يا استاذ رضا. القاهره كبرى يعني مفيش مشكله. استاذ رضا، ام ياسر. ايوه معانا من بورسعيد. السلام عليكم. اهلا وسهلا يا ام ياسر. وعليكم السلام. بقول لحضرتك ما حكم الدين بقى في اللي يتوف بدل ما يتوف 7 أشواط يتوف 6 وهو ناسي؟ انا نسيت ان انا توفت 6 أو 7 مش متاكده. ده كان سنه كام يا حاجه ام ياسر؟ السنه اللي فاتت. الحمد لله على سلامتك وحاج مبرور ان شاء الله. الله يخليك. بس ده طبعا يعني قلقني جدا جدا، وعايز اعرف حاضر. لو في مثلا دم يعني اذبح يعني او اعمل اي حاجه. حاضر. عشان ده مزعلني جدا جدا والله. حاضر يا ام ياسر، حاضر. نايم. طيب نرجع مولانا بعد اذن فضيلتك للاستاذه هاله. سؤالها الثاني كان رؤيا، وانا عارف انه يعني منهجنا في القناه، لكن لو تحب فضيلتك يعني، هي كانت بتقول ان هي شافت والدها بيعمل عمليه يعني في المنام او في الرؤيا، يعني هل تخرج صدقه او زكاه؟ ايه المطلوب منها يعني؟ هل ده له دلاله معينه؟ يعني ما انا ما اعرفش والدها يعني صح حي ولا منتقل. على العموم احنا داووا مرضاكم بالصدقه، يبقى الانسان لو شاف حد مريض كده يبقى يحاول يخرج صدقات عليه. فشاطره حضرتك انت خرجي صدقه ان شاء الله عليه باذن الله، سواء حي او غير حي، او هو اللي خرج صدقه لو كان حي. الاستاذ حسين من القاهره عنده سؤالين. الاول ابنه بيعقه مع الاسف الشديد ويسب له الدين، مع انه كان هو بر بوالده ووالدته يعني. هو مش شرط الواحد لو كان برا بوالديه، قد ياتي ولد فيكون عاقا اختبارا للوالد. فمش شرط ان حضرتك كنت طبعا يعني بار بوالديك، ولكن بنقول سئل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن اكبر الكبائر بعد الشرك، قال عقوق الوالدين. وجي في الحديث قال لا يدخل الجنه عاق، عاق لوالديه لا يدخل الجنه والعياذ بالله. طبعا معناه ان هو لا يدخل ابتداء كما يقول العلماء. العقوق الوالدين من اشد انواع المعاصي والكبائر والاثام والعياذ بالله. فانا بقول لحضرتك ده ذنب عظيم عنده، بس احنا مش يهمنا ان هو يبقى عنده ذنب ويروح النار، احنا يهمنا ان احنا نجيبه فنرقق الحال معه، نعامله بلطف. مع ان المفروض الولد اللي عامل ابوه كده، لا الاب يعامله بلطف حتى ياتي به الى دائره الطاعه، وان هو يطيعه، يحبب نفسه ليه، يشوف الولد بيعقه ليه، الحاجات دي كلها حتى تاخذ بيد ابنك بدل ان يسري او يمشي في المعصيه يرجع الى الطاعه ان شاء الله. بيقول كمان هل سنلتقي الزوجة والأولاد في الجنة يا مولانا إن شاء الله؟ طبعا يعني إن شاء الله تلتقون في الجنة بإذن رب العالمين. الآيات القرآنية والأحاديث النووية تنص والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الاتنين اللي هيخشوا الجنة يبقى إن شاء الله هيخشوا الجنة، هيقابلوا بعض. طالما أن هيخشوا الجنة حتى لو حط رجله بس فيها كده، والتانيين في درجات عاليه، اللي تحت هيطلع اللي فوق فضلا من الله وكرما سبحانه وتعالى. اهم حاجه ان الكل يخش الجنه، كل اللي هيخش الجنه سيتلاقون ويتزاورون، ويعني يكون العمليه جميله خالص. نسال الله عز وجل ان يعني يغفر لنا ويرحمنا ويجعلنا من اهل الجنه. طيب ام ريهام من المنيا كانت بتسال اهل الخير يعني ان زوجها محكوم عليه ب7 سنوات وهي محتاجه 150,000 جنيه. خليني اقول لفضيلتك انه بعض اهل الخير اتصلوا
وبلغوا زملائنا ان هم ارسلوا بالفعل لها محامي، بس وجدوا ان الشيكات قيمتها اكبر من كده بكتير، 350,000 جنيه. هم كانوا يعني مستعدين يدفعوا لغايه 70,000، فقرروا ان هم يساعدوها علشان يساعدوا اسرتها بمبلغ شهري. ده حتى الان الموقف. لو فضلتك انا بس في حاجه، لاني سيده مرهم انا عاوزك حاجه مهمه قوي حضرتك. انا اذكر ان انت ذكرتي مبلغ اقل من 150,000 جنيه قبل كده، ويمكن انت بتعملي كده عشان تحفز الناس، تحفز الناس ونجيب شويه ونعمل. لا احنا عاوزين لما نيجي نطلع في حاجه نقول الرقم كله، وبعدين نقول يا ويجي على خطوات 350 يا مولانا، يجي دفعات طبقا للمحامي اللي راح وشاف. احنا لما يكون حضرتك مثلا تقولي في الاول 50,000 او 15,000 يطلعوا 150 او 350 زي ما بيقولوا اهو بالاتصال. يعني الساده المشاهدين اهل الخير تواصلوا مع حضرتك وبعتوا، بس لقوا الواقع مختلف عن اللي انت قلتيه. فانصح حضرتك او الساده المشاهدين بيكون في حاجه زي كده نقول الحقيقه على طول. ليه؟ اللي هو هيتابع ونقول. وزي انا ما كنت اقول كده، ما ممكن 50 واحد يشتركوا في المبلغ كله، كل واحد يدفع له 5,000 جنيه ولا بتاع. ما شاء الله الاسره اللي بعت لمحمد دي كان عندها استعداد تدفع 70,000 جنيه مولا. جميل. فاحنا عاوزين نعمل كده، وان شاء الله هتلاقي اللي يساعدك في هذا باذن الله، ونكون صرحاء في هذا الامر. طيب استاذ محمود من اسكندريه عنده سؤال اول مره جالنا. يعني هم مجموعه عليهم زكوات جمعوها وحطوها وديعه في البنك، وبياخدوا من فايدتها يصرفوا على اسر محتاجه، هل هذا الامر يجوز؟ لا، هو هذا الامر الاصل ان الزكاة تخرج ساعة حلول الحول بعدما بلغت النصف، مش لشخص مباشرة. ليه؟ لان من شرط الزكاة تمليك همال الزكاة للمستحق للفقير، لازم املكه تبقى بتاعتي. لحد دلوقتي الوديعة باسم حضرتك وباسم السادة اللي هم هيدفعوا الزكاة، فهي في الوديعة باسمهم مش باسم المستحقين. طبعا انا عارف ان نية حضرتك خير وكل حاجة، وعاوز بيسموه ايه، استثمار اموال الزكاة. فاحنا بنقول لا، احنا الزكاة ناخدها ونعطيها للفقراء مباشرة ونملكها اياهم، الا لو انا عندي زكاة وعاوز اطلعها خلال سنة لمصلحة الفقير، يبقى اذا كان لمصلحة الفقير نعطيها له خلال السنة ولا نزيد على السنة. نعم. طيب هنجاوب الاستاذ فرج والاستاذ نسرين والاستاذ احمد بعد ما ناخد بس ام ايه من المنوفيه. اتفضلي يا ام ايه. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا بسال الدكتور مجدي سؤال، ممكن؟ طبعا اتفضلي. انا اخويا الكبير متجوز بنت خالتي، فبنت خالتي يعني متجنبه والدتي شويه. ممكن توطي التلفزيون بعد اذن حضرتك يا مدام ام ايه؟ خالص، وكلمنا من التليفون بعد اذن حضرتك. ماشي حاضر. اتفضلي. بنت خالتي متجنبه والدتي شويه، ويعني هي قاعده في عيشها لوحديها، مقسومه لوحديها. جت في يوم اتبلت على والدتي ان هي ضربتها واتصلت بخالتي، وخالتي جت زعقت هنا في بيتنا يعني وكده. فقامت والدتي قالت ايه، والله العظيم ما انا مكلماهم تاني، ومسكت المصحفات ولا هكلم مراتي ابني اللي هي بنت خالتي دي ولا هتكلم خالتي. فخالتي دلوقتي جايه عشان تصالحنا، وماما زعلانه وتقول انا حلفت على المصحف وانا مش قادره. فوالدتي تعبانه مش هتقدر، حتى في ناس قالوا لها صومي، والدتي تعبانه قالت مش هقدر اصوم. واحنا عمالين نكلم والدتي يعني ان الخصام حرام وكده، وخالتي بتعيط دلوقتي تقول ايه انا غلطت وعاوزه اسامحها، عاوزاها تسامحني ونصطلح يعني وكده. بس ماما خايفه تكون بنت مرات ابنها اللي هي بنت خالتي دي اتبلت عليها. حاضر. فبتقول يعني مش عاوزه اسامحها عشان كده ان هي اتبلت عليها، ان ماما ضربتها وهنتها وكده يعني. طيب حاضر. شكرا يا دكتور مجدي. شكرا لحضرتك. ناخد ام عبد الله من القاهره. اتفضلي يا ام عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا بشكر حضرتك على البرنامج، فضيلة الشيخ طبعا. أنا يعني كنت بس ليا رجاء عند فضيلة الشيخ. حضرتك أنا ألو. سامعين حضرتك طبعا. أيوه حضرتك، أنا يعني أرملة ومعايا 4 أيتام. اتجوزت بنت منهم فاتدينت بمبلغ، ومعايا الأحكام اللي عليا، معايا ورق الأحكام اللي عليا. وعندي بنت تانية خايفة أعمل معاها أي خطوة زواج أو حاجة يتيمة، لأن أنا مش الحاجة غالية كلها مش قادرة أجهزها. غير إن أنا بتقاضى راتب من الشؤون الاجتماعية 450 جنيه. حضرتك غير يعني ناس أصحاب الخير بيساعدونا، لولا كده ما كناش نعرف. ربنا يكرمك يا رب. اللهم أمين، اللهم أمين حضرتك. فأنا حضرتك يعني بس أنا طالبة يعني يساعدوني بس إن أنا أسد. أنا المبلغ اللي عليا هو يعني عبارة عن 10,000 جنيه. واجهز بنتي. لو ما حدش قادر يساعدني في جهاز بنتي، يدوني مساعده صغيره اقدر اكمل او اقدر اعمل لها حاجه، اجيب حاجه في حاجه. يا ام عبد الله بعد اذن حضرتك خلي حضرتك معانا لحظه واحده. زميلي بس الاستاذ صبحي هياخد تليفون حضرتك،
وعايز اقول لفضيلتك انه تقريبا كل اللي طلب مساعدات اهل الخير بيتواصلوا معانا، يعني حالا حد اتصل علشان يقرض او يساعد الاخت نسرين اللي طالبه 6400 جنيه عشان تعمل عمليه زرع كلى لابنها. يا سلام. يعني بس انا لو في تعليق مولانا قبل ما طبعا يعني انا اشكر كل من ساعد، واشكر الناس اللي بعتوا المحامي عشان خاطر ام ريهام في المنيا يشوفوا، بشكرهم، وطبعا الشكر واجب علينا ان نفعل هذا، ونسال الله عز وجل ان يثيبهم. نعم. واللي اتصلت للسيده نسرين عشان خاطر ابنها اللي ابوه تخلى عنه وهي عاوزه تتبرع بكليتها هي للولد اللي هو ابنها، ودي هي الام الحقيقيه وعاوزه 6400 جنيه، فتواصلوا معاها دلوقتي وهيساعدوهم، وهي دي مصر حقيقه، وهي دي الامه العربيه حقيقه في مصر وفي غيرها. فنشكر الساده المشاهدين الذين يعني يبادرون بالمساعده، وعاوز اقول لكم ساعه اما الانسان يزني في وقت شده حتى بعد الموت او ساعه الموت، وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. نعم. طيب ناخد ام اسراء من الاسماعيليه ثم نجيب ما لدينا من اسئله. اتفضلي يا ام اسراء. الو، فصل. طيب احنا اتكلمنا عن ام ريهام، الاستاذ محمود، الاستاذ فرج بيسال فضيلتك ام اسراء رجعت. طيب ناخدها، معلش يا مولانا بعد اذنك، اتفضلي يا ام اسراء. الو. طيب الاستاذ فرج كان بيسال عن موضوع القبر، اما انه روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار. فبقول لو شخص طائع يعني مطيع وانسان بيعبد ربنا وشخص صالح يعني دفن في هذا القبر ثم دفن معه شخص عاصي، يعني ازاي الاثنين في قبر واحد؟ يعني هو هيبقى ايهما حفره ولا روضه؟ احنا بنقول القبر بيكون بالنسبه لكل واحد بحاله، لذلك هو الاصل ان الانسان يدفن في قبر وحده ولا يدفن معه احد الا لضروره. ليه؟ عشان مثل كده. ومع ذلك نقول حالة النار والجنة كل واحد متعلق فيها بنفسه. بمعنى ايه؟ ممكن ده يكون في بينعم واللي جنبيه والعياذ بالله بيعذب في قبر واحد. قبر واحد. احنا عاوزين بس قوانين عالم البرزخ غير القوانين اللي احنا عارفينها، ازاي النار والجنة في مكان واحد؟ ده عندنا احنا كده بقوانيننا، انما في قانون الله عز وجل الذي لا نعلمه ولم نطلع عليه في عالم البرزخ انه يجوز ان يكون هناك من يعذب في هذا المكان، وده يكون بينعم زي اتنين نايمين، واحد بيشوف رؤية جميلة وده نايم جنبه بالظبط وعمال يشوف انه في كابوس، والاتنين اهو يعني للتقريب وللتشبيه. نعم. طيب اختنا نسرين خلاص الحمد لله جزاهم الله خير، اتصل وان شاء الله سيساعد. الاخ احمد من القاهرة وعنده رؤية، يعني اخوه شافها لوالدهم الصالح وكان احد علماء الازهر. فضلتك فاكر يعني هو طبعا الرؤية انا بقول له دي حاجة جميلة، لان والذكر للإنسان عمر ثاني، يعني الناس بتذكره، الناس بتحبه، أعمال الخير اللي عملها، المسجد حضرتك بتقوله، وعايزين يسقوه عصير، حاجة حلوة، حاجة جميلة خالص، فده شيء جميل للوالد، فأنا عاوزك تكتر من كده وتخرج صدقات أكتر من كده وتدعو لوالدك إن شاء الله يكون من الصالحين. أم ياسر من بورسعيد زعلانة قوي لأنها يبدو اختلط عليها الأمر أنها طافت سبعا وهي طافت ستة أثناء تأدية مناسك الحج العام الماضي. أنا عاوز أقول لها الأول لو كان معاكي حد يا ست أم ياسر تسأليه، يعني يكون بيطوف معاكي تسأليه، لو قالك سبعة قولا واحدا هو سبعة، ما نسمعش كلام نفسينا احنا إن هو ستة. لو كان معاكي حد، معيش حد وأنا شككت ستة ولا سبعة، يبقى هنقول هنا خروجا من الخلاف، هنقول إن حضرتك على قول السادة الأحناف ان ده يبقى تركتي واجب اللي هو ما زاد عن اربع اشواط يعدونه الاحناف واجبا ويجبر بدم، نبعت ساق هناك وان شاء الله يجبر وما فيهاش اي حاجه باذن الله. طيب ام ايه من المنوفيه كانت بتسال عن والدتها، حلف انها ما تكلم اختها خالتها يعني فتعمل ايه علشان تخرج؟ لا ما احنا هي بتقول مش قادره تصوم، احنا عاوزين بس نقول للناس كفاره عشان نحدد كفاره اليمين كما وردت في القران الكريم، فاطعام عشره مساكين دي اول حاجه، فمن لم يجد لو ما لقيتش اطعم فصيام ثلاثه ايام. يبقى هنا بنقول الاطعام الاول نطلع نطعم عشره مساكين، عشان احل لحضرتك المساله يعني وبسهوله كده، هنطلع حوالي 150 جنيه. نعمل ايه؟ والدتك اللي هتطلع عشان هي اللي حلفت، خالتك اللي هي اختها نقول لها ما تساعدي مع اختك في الفلوس وتتبرعي لها ب 75 وهي 75 عشان الاثنين ما يعملوش ويزعلوا بعض بعد كده، ونطعم 10 مساكين احنا الاثنين وكده نحل المشكله وما فيهاش اي حاجه، وتزوروا بعض وكل حاجه وتكلموهم. شكرا جزيلا وصول لفضيلتك يا مولانا. احسن الله اليك. اختنا ام عبد الله بس الحقيقه اللي كانت بتتكلم ومعاها اربع ايتام وكانت بحاجه ل 10,000 جنيه لتزويج بنتها، انقطع الاتصال قبل ما ناخد تليفونها.
احنا بنرجوها لو هي شايفانا دلوقتي تعيد الاتصال بس حالا بالزملاء في الكنترول علشان ياخدوا تليفونها يقدموه ان شاء الله لاهل الخير لمن يود ان يتواصل معها. شكرا جزيلا لعلي من الجليل فضيله الدكتور مجدي عاشور مستشار فضيله مفتي الديار المصريه، والشكر لحضراتكم واجب طبعا على حسن المتابعه، وغدا نلتقي في حلقه جديده باذن الله. الى اللقاء.